أهلا وسهلا بكم لنتعرف على التقنيات أكثر يتيحها برنامج فيرتوال بوكس للاستفادة أكثر من تقنيات الأجهزة الوهمية. بالضبط نتعرف في هذا الدرس على تقنية سيمليس مود التي كما يدل اسمها تمكن من التعامل بسلاسة مع نظام الضيف، حيث سنتمكن من التنقل بينه وبين نظام المضيف بسلاسة أكثر. هذه التقنية تتطلب تفعيل أو تثبيت إضافة الضيف كما رأينا في درس سابق، ولمعرفة كيفية عملها سنعمل على نظام الضيف بالطريقة العادية ونلاحظ بعد تفعيلها كيفية عمله. إذن بالطريقة العادية حين نقوم بفتح صفحة في نظام الضيف، حتى لو قمنا بتصغير نافذة ما فنبقى دائما محصورين داخل ذاك النظام، كما نلاحظ الآن دائما خلفية الويندوز تبقى ظاهرة، أي أن أي تطبيق نقوم بفتحه سواء كان نافذة مثلا هنا انترنت اكسبلور أو ويندوز اكسبلور، أو لو قمنا بفتح نافذة لمتصفح ما، فدائما نبقى محصورين داخل النظام الضيف. لتفعيل النظام أو نظام سيمليس مود أو تقنية سيمليس مود، ندخل على فيو هنا سويتش تو سيمليس مود، أو نضغط على هوست زد ال، هوست هو زر كنترول اليمين. إذا نضغط على هوست أو سيمليس مود، هنا تظهر لنا نافذة أنه للتنقل بين السيمليس مود أو لتفعيل وإلغاء تفعيل سيمليس مود يجب الضغط على هوست زد ال، وأن هوست هو زر كنترول اليمين. إذا أضغط على سويتش لنلاحظ الفرق الآن بين الآن سأقوم بالتنقل، لدي هذا هو النظام العادي الذي أشتغل عليه، لاحظ معي الآن أني مثلا هنا تصفح كروم هو داخل النظام الضيف يشتغل داخل الويندوز، لكن حين أقوم بفتح نافذة ما من النظام الضيف فالخلفية تبقى خاصة، لاحظ معي الآن الخلفية تبقى للنظام المضيف، لي مثلا هنا توزيعة أوبونتو، حيث لو قمت بفتح متصفح الملفات نيتوليس وفتح نافذة ما من النظام المضيف فدائما تبقى خلفية خاصة بالنظام المضيف وليس بالنظام الضيف كما كان قبل تفعيل تقنية سيمليس مود. هذه التقنية لا تظهر أو لا يظهر مفعولها بشكل كبير في واجهة يونيتي، لأن نوعا ما تعاملها مع النوافذ المفتوحة مختلف عن الواجهات الكلاسيكية، واجهة نون كلاسيك مثلا أو واجهة كي دي اي أو واجهة سينامون، لكن الفرق ملاحظ كما قلت. دائما في التعامل العادي كنا نبقى محصورين داخل النظام المضيف الضيف، لكن الآن كما نلاحظ يمكننا التعامل والتنقل بين النظامين، نظام الضيف والمضيف، بسهولة، لأن النظام المضيف أو تطبيقات النظام المضيف تبدو كأنها خاصة بالنظام الضيف. نظام آخر أو هنا دائما كما قلت لإلغاء تفعيل سيمليس مود، إما أضغط على ديفايسز من هنا أو عفوا فيو وألغي التفعيل، أو أضغط على كنترول اليمين زد ال لأعود للنظام العادي. إذا الآن قمت بالعودة للنظام العادي، دائما خلفية النظام الضيف أو النظام الضيف تبقى ظاهرة. هناك نظام آخر يسمى بسكيل مود، يمكن دخول له عن طريق تفعيل هذا الخيار من هنا أو عن طريق الضغط على هوست زائد سي كنترول زائد سي. إذا أقوم بتفعيله نفس نافذة التنبيه. هذا النظام أو هذه الحالة أو هذه التقنية كما تلاحظون تقوم بإخفاء الخيارات الموجودة في نافذة النظام الضيف التي كانت أعلى فيوز وما إلى ذلك، فيو ديفايسز وما إلى ذلك، فيبقى أو يأخذ النظام المضيف حجم الشاشة كاملة. لاحظ بأنه جودة الكتابة في النظام المضيف أو نظام الضيف تفقد
لا تبقى يعني جيدة كما كانت في النظام العادي. لذلك لا أفضل العمل بهذه التقنية رغم أنها تعطيني مساحة أكبر. إذا أقوم بإلغاء تفعيلها عن طريق الضغط على كنترول يمين زائد سي، فأعود للحالة العادية. هذه التقنيتين أو هاتين التقنيتين سيملس مود وسكيل مود يمكن تفعيلها مهما كان النظام المضيف والنظام الضيف، بشرط تثبيت الإضافات من devices install guest addition على النظام الضيف، سواء كان ويندوز أو توزيع من توزيعات أوبونتو. يجب تثبيت الإضافات للاستفادة من هاتين التقنيتين، أو على الأقل على ما أعتقد من تقنية seamless mode. scale mode يمكن على ما أعتقد تفعيلها دون الحاجة لتثبيت الإضافات. إذن في درس مقبل يبدو أننا سندخل لتعرف على كيفية التعامل مع توزيعات لينكس كنظام في النظام الضيف. إذن إلى ذاك الحين ابقوا سالمين، إلى اللقاء.